خير، خلونا نبدي اجتماعنا بصلاة. نحن رؤوسنا قلوبنا وأفكارنا في محضر الرب. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. نعم يا رب نشكرك يا رب، نجل صباح جديد يا رب، بركة جديدة يا رب. يا رب نشكرك يا رب من أجل عطاياك الصالحة يا رب، نشكرك من أجل عطية العطايا يسوع المسيح، اللي لولا ما كنا واقفين في هذا المكان نرنم ونسبح ونهتف. نعم يا رب نشكرك يا رب من أجل هذا الامتياز العظيم يا رب، إنه اسمك دعي علينا يا رب. مجدا لإسمك يا رب. يا رب جاي نخبر بعضنا البعض أنه إحساناتك يا رب تفوق الوصف، أعمالك عظيمة، سماوات تحدث بمجدك وعمل يديك يا رب. مبارك اسمك يا قدوس يا رب. يا رب أنت ربي من أحب، كل قلبي والحياة أعطيتك. نعم يا رب، خلي روحك القدوس يعمل فينا يا رب. لك نعطي كل المجد. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. من ان نرهب او نحتار، واحنا في سترك محميين. غالبين احنا بقلبين، احنا جيل وجيل حرب الدور بالمهم
مجد الرب. نسمع كلمة الصباح في هذا اليوم. أمين. بنعمة الرب في الصباح بنحب نتابع مع بعضنا البعض قراءة من مزمور 51. مزمور 51 ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. استر وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدب أعضدني، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله، إله خلاصي فيسبح لساني برك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صهيون ابن أسوار، ابني أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا. أيها الأحباء، في المزمور 51 صرخة لا من أعماق داود فقط بعدما سقط، ولكنها صرخة من أعماق النفس البشرية، صرخة من أعماق النفس البشرية لحقيقة ومأساة الحالة البشرية بعد السقوط. المشكلة ليس أننا نخطئ ونتفاجأ كما تفاجأ داود بأننا نخطئ، ليس فقط السهوات والخطايا المستترة، ولكننا نخطئ مرات بفعل إرادتنا نحن، حتى نحن المؤمنين. المشكلة ليست فقط أن نخطئ بالفعل، ولكن في داخلنا هناك ضعف وميل للخطية. قال بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي.
تفاجأ داود اللي اعتبر نفسه واعتبره الرب أنه إنسان بحسب قلب الرب. تفاجأ أنه في ليلة كما يقولون في بلادنا ما فيها ضوء قمر، سقط بذات الفعل في النجاسة، وبعدها لكي يغطي هذه الخطية راح إلى درجة أنه قتل أوريا الحثي زوج تلك الإمرأة الذي هو من أشرف الناس، وجهد جاهدا بمكر وخبث أن يحاول أن يغطي تلك الجريمة النكراء وتلك الفعلا شعناء. وهنا يصرخ، أوه اسمع هذه الصرخة، ليت تكون هذه الصرخة صلاة كل واحد منا. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية. اغسلني فأبيض من الثلج، اغسلني كثيرا من إثمي. قلنا في الأسبوع من أسبوعين أن ما نحن بحاجة إليه أن ندرك هذه الحقيقة، أن نحن في داخلنا مرض، مرض عضال، وبحاجة إلى شفاء من هذا المرض. من منا بلا خطيئة؟ ونحن كل واحد منا بحاجة إلى توبة حقيقية وعودة ورجوع. هذه واقع الإنسان. ليه؟ لأنه في يوم فيه محاسبة، نحن فينا مرض عضال، والرب قدم الدواء الشافي ودفع ثمنه، مش ذهب وفضة، دفع من دمه ثمن لهذا العلاج. وأنت يوما ما ستحاسب على ماذا فعلت بهذا العلاج. لاحظ كيف بتروح عند مريض معه مرض عضال، تعرف شو يعني عضال؟ يعني terminal illness. بتقول له أنا إلي دواء إلك، بيقول لك إيه شو كويس هالدواء، وعنده side effects. بتقول له لا ما في side effects، ما عنده اشتراكات، أدي سعره مجاني، كلف كتير بس مجاني. بيقول لك كتير كويس. بتقول له بتاخده وبعطيك إيه؟ بياخده، بيروح بياخده وما بياخده في داخله، هو مسؤول عن موته. شفت كيف؟ هو مسؤول عن مرضه وعن استمرار مرضه وعن النتيجة التي هي موت. وهذا واقع، الواقع الإنساني، هذا هو الواقع الإنساني. في إلك علاج لهذا المرض، وهو موت المسيح لأجلك، وهو هذا الخلاص العجيب اللي يغير حياتك. بس عليك أن تأخذ الدواء وتأخذه في داخلك، تأخذه في داخلك فتختبر هالخلاص. قلبا نقيا أخلق فيه الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك. من أسبوعين تكلمنا وكانت سبتمبر، ذكرى سبتمبر 11، يا ريت تعطونا السلايد الأولى، ذكرى سبتمبر 11، قلنا نحن تذكرنا هذا العدد الرائع يلي قاله الرب يسوع المسيح حين تكلموا وذكرهم بالبرج في الجليل الذي سقط ومات 18 واحد، وقال لهم هول هل يا ترى انتوا افضل من هؤلاء؟ وطبعا ظاهر هول الناس يلي ماتوا ما كانوش أبشع الناس. وبعدين تذكرهم كذلك أنتم أيضا، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. قالوا أنتم مش أحسن منهم لهالناس، بس أنتم إذا ما تبتوا أنتم أيضا تستهلكون. ومن هيك قال
واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. رسالة الرب إليك هي التوبة، والإيمان هو إيمان تائب. شوف الخطر الكبير اليوم بأمريكا في الغرب، إنه بيقدموا لك إنجيل المسيح لتقبل الخلاص بس بدون توبة. والتوبة هي مش الندم فقط، هي الرغبة الحقيقية بأنك أنت يلمسك الرب وأن ترجع عن خطاياك. من هيك بيقول فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. يعني بتغير اتجاهك كليا، هو بيغيرك من الداخل وبيعمل وبيخلصك، بس بده إياك أنك أنت تصمم أنك ترجع عن طرقك القديمة. لاحظت كيف الفرق؟ فالرب يعطينا في هذه الأيام الأخيرة روح التوبة الحقيقية، روح الحساسية للخطية المحيطة بنا بسهولة. وتذكرنا ونحن عم نتذكر ذكرى سبتمبر 11، قلنا هول الأشخاص حوالي 200 شخص بهذين البرجين، World Trade Center يلي رموا نفسهم من فوق. لما كتير مرات تسألني ساعات تيجي هالوقت بتقول ليه ما حطوا لهم ترامبولين تحت، ليه ما عملوا لهم هيك؟ بقول ما بعرف يا لميا، ظهر كل العالم اندوشت، ما حدا كان متوقع الضربة تيجي، ونحن في عالم يحترق، نحن في عالم أساسه الموت، عالم الموت، وبتجي هذا الشيء يفاجئك فجأة. فهل أنت حاضر؟ والمأساة أنه بعض منهم صعب تدرس هذه الحادثة، بعض من الأشخاص وقت حكينا عنهم قاموا ستاير، الستاير الموجودة وحاولوا يعملوا منها باراشوت مظلي، بس نزلوا هني وياها. وقلنا عن بعض الأشخاص الأبطال يلي طلعوا لهناك للطابق 90 وما فوق، وراحوا ضحوا بحياتهم، شخص مثل بابلو أورتيز يلي ضحوا بحياتهم حتى يخلصوا الآخرين أيضا. وقلت أنا تصور لهول الأشخاص يلي راحوا لفوق حتى يخلصوا الآخرين، راحوا عطوهم باراشوت حقيقي وقالوا لهم أوكي إذا مسدود الطريق لتحت استعملوه، وإذا هول الأشخاص أخذوا الباراشوت وقالوا لهم لا نحن ما حنستعمله، حنستعمل الباراشوت يلي نحن بدنا نصنعه من الستاير، بيكون هذه الدينونة مسؤوليتهم هم. ونفس الشيء أتانا شخص ما فيه خطية وما فيه غش وما فيه لوم، وأعطانا باراشوت الخلاص ودفع ثمنه من دمه، فياريتك تاخده لتاخد عطية الحياة الأبدية لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، تكون لك الحياة الأبدية. ثاني شيء تأملنا في هذا العدد الهائل، قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. يجب أن تكون هذه صلاة كل مؤمن. هذا العمل يبدأ في التجديد باللحظة التي تختبر فيها الخلاص، ولكنه يستمر كل يوم بفضل نعمة المسيح ودم المسيح. تعرف عجيب القلب البشري بكل لحظة لما بيدخله الدم من الرئتين الطاهر، تعرف شو بيعمل الدم مع القلب؟ بيطهره بلقيه. تعرف ليش بيصير لما بيصير في ذبحة
قلبية هارت أتاك، لأنه بتجي جلطة كلوت يعني، وبتسكر الشريان وبتمنع هذا الدم النقي أنه يجي ينقي القلب. ياي كم هناك من الشبه بين القلب الجسدي والقلب الروحي. ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية. الذي حبنا، الذي أحبنا وغسلنا بدمه، وغسلنا من خطايانا بدمه، وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. اسمح لهذا الدم أنه دايما ينقي قلبك ويطهر قلبك. في مشكلة في قلب الإنسان، وشايف الرب عمل لك الدياجنوسز قبل ما أي حدا تاني يتكلم عنه. في عنده ميل للخطية، بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. بتعرف بالأمراض القلب هول كونجنتال هارت ديزيزز، بيولد الإنسان عنده اعوجاج بالقلب، فنترال سبتال ديفكت، مظبوط ولا لا؟ بيكون عنده فالف بروبلم، كونجنتال فالف بروبلم، وهذا بيكون عنده استعداد ليلقط ميكروب يوم ما يصير معه انفكشن بقلبه، وهذا بيقود للموت إذا ما عطيته علاج. وهيك الإنسان عنده استعداد في قلبه للخطية، ومن هيك هالخطأ أفكار الشريرة بتنبع من الداخل. قال لأنه من الداخل من قلوب الناس. شوف التعليم شو حلو وشو عميق، مش تعليم الأشياء التانية، الأفكار التانية يلي مثل ما بيقولوا باللبناني فستق فاضي. يا أخي شوف هون العمق والحقيقة، حقيقة التشخيص للمعاناة البشرية الروحية والنفسية. لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. قال من الداخل هي تخرج وتنجس الناس. From inside. مظبوط ولا؟ قال نظر لجن لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. ما هي كل هذه الأشياء بتجي مش بالفعل، بتجي أولا بالإنتنشنز بالأفكار. بس المؤمن مع أنه بتجي هذه أسهم الأفكار الشريرة، عنده قوة حتى يرفضها ويصلبها ويحطها على الصليب. عنده قوة في الداخل، قوة دم المسيح وقوة روح الله الذي يسكن فيه. أكيد تجي عليه أفكار، مرة ما بتتفاجأ، بتكون مؤمن وبختبر الرب وسالك، فجأة بيجيك فكر غلط، فكر عجيب، بتلاقي عندك أفكار أنانية، لأنه هذا الطبيعة بأساسها شهوانية أنانية. تقول يا أنا فكر هيك. لا هذا الفكر أنت مش مسؤول عنه إلا إذا بتقبله. بس بتقول له يا رب أنا بحطه على صليبك وأنت اصلبه، بالروح تميتون أعمال الجسد. صحيح والله، الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. هذه بتقول له نقي قلبي يا السيد وملأني من جديد. بتلاقي حياتك تتدفق بحياة القداسة والبركة والنعمة، بتشوف شيء مختلف جدا. القلب الإصلاح هو إصلاح القلب، وجمال الروح هو روح الجمال. مين عم بترجم؟ ترجمة مظبوط؟ الأخ جو. لاحظ كيف الرب يعطينا، والرب بده يعطيك أنك تكون عندك قلب بحسب قلبه، بحسب قلبه. خبركم من أسبوعين عن هذا الأعمى، معلش عبعيد شوية قصص بس أثروا فيه كتير. خبرتني يوم حماتي وهلأ سافرت على لبنان، بقى إكراما لإلها، حب برجع بعت لكم القصة. قال هذا الأعمى ربوب هونيك عندهم مدرسة العميان في لبنان، وبيعمل هالكراسي القش بيشتغلون، وإجت سمعت عنه مرة ثرية
وقالت له بدي تعمل لي 4 كراسي عندي حفلي وعمل لي اياهم. قال لها تكرم قدي بدي قدي اسبوعين الاربعه مش المقبل الاربعه اللي بعده تيجي لعندي بعطيك اياهم. اجت الاربعه بعد اسبوعين قال لها دخيلك يا مدام هو مش شايفه بس اعطيني 24 ساعه تانيين ما لحقت عم بعمل كل جهدي وما عم بنام الليل عم بشتغل عليهم. قال زعقت فيه قدام كل المدرسه وبهدلت ومرمطت الأرض فيه ما خلت له صعقت عليه ما بدها تعطيه 24 ساعة. بقى راح عند مدام لحود هي مديرة المدرسة حماتي قال لي مدام لحود دخيلك قلي لي قديش بشعة هالمخلوق. قالت له هاي منا بشعة جميلة المظهر. قال لي يا أنتوا المفتحين شو عيونكم بتغشكم وبتضلكم بس نحن عيوننا مقلوبة لجوا منشوف الداخل بس بدي أقول لك ما حدا بيشوف داخل الإنسان مثل الرب. الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فينظر فإنه ينظر إلى القلب. الرب عمل لك مش أمر آي عمل لك أحسن أكو لقلبك وبيعرف شو في بقلبك ولأنه بيعرف ما في داخلك من خطورة على حياتك وحياة الناس اللي حواليك بده يطهر لك قلبك. شو هالعطية العظيمة شو هالجراحة العظيمة الروحية لا تكلفك شيئا. اطلب قداسة القلب اطلبها بدموع وبخشوع اطلبها من أعماق قلبك. ولاحظ 3 أشياء التي يتكلم عنها الكتاب التي يخسرها المؤمن الذي لا يعيش في هذه الحالة من الطهارة. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. قال شو نتيجتها إذا كان في عكسها؟ لا تطرحني من قدام وجهك. أول شغلة هذه شو يعني لا تطرحني من قدام وجهك؟ يعني إذا في خطية بحياتك وإذا في قلب معوج ما عندك شركة عميقة مع الرب وما فيك تختبر حضوره ويده التي تمسك بيمينك ما فيك تختبر معية الرب وحضوره القدوس. في شيء بحياة المؤمن الروحي اللي بيصفي أغلى شيء بحياته هو وجه الرب وحضوره. لاحظ شو بيقول الكتاب بإشعياء 59:2. إشعياء 59:2 بيقول أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم لذلك لا يسمع. بتصلي 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 السماء مسدودة لأنه في خطية في خطية بينك وبين الرب. بتعرف الكتاب قد ايه ينسجم مع نفسه؟ صار بيقول لهم للرجال ما تكونوا قساة على نسائكم لا تكونوا قساة عليهم. قال لي ايه؟ لألا تعاق صلواتكم. خطية صغيرة يا أخي ما تكون قاسي مع للمدام لأنه صلاتك بطل توصل. على فكرة الأخوات الزوجات ذكروهم حتى ما يكونوا قساد. شوف هذا الشخص نياله هذا الشخص طوبى لهذا الشخص قال له قلت أطلب وجهي وجهك يا رب أطلب. إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي بس دغري بعد ورا طلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية لأنه ما فيك تطلب وجه الرب بدون ما ترجع عن طرقك الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. تاني شيء بقول لك من هيك بقول لك استر وجهك عن خطاياي وامحو كل اثامي. نفس الفكره استر وجهك عن خطاياي.
تاني شيء، شوف التعبير، وروحك القدوس لا تنزعه مني وبروح منتدبة أعضدني. الروح القدس، عمل الروح. طبعا نحن ماكث فينا الروح القدس إلى الأبد، ما فيش نزع من الروح القدس، بس الروح القدس موجود حتى يشجعك ويعزيك ويقويك ويدعمك ويعطيك قوة بحياة النصرة ويشجعك من الداخل وينعش قلبك. قال ساب بتكون بخطية، بيصير دوله الروح للتبكيت مش للتعزية، مش ليرفع لك نفسك. هاي بتخسرها إذا في خطية في حياتك. ثالث شيء، رد لي بهجة خلاصك، مش خلاصك، بهجة خلاصك. ياي كلامك يا رب يفرح القلب، وجدك كلامك فأكلته وكان لي لبهجة القلب. الرد لي بهجة خلاصك، ما في فرح إلا بالحياة الطاهرة النقية، ما في فرح إلا بالحياة النقية الطاهرة فيها نصرة على الخطية. من هيك بيقول له لتيموثاوس احفظ نفسك طاهرا. أيها الأحباء، هذه دعوة الرب لك ولي، هذه دعوة الرب لك ولي. قال بتذكر هالقصة عن أخ ويتمان ومعه برنابا نوس، هول اثنين كان عندهم خدمة رائعة. يريد نقرأ كتاب سهيل مدنات عن الأخ ويتمان، روي ويتمان، رجل الله مع برنابا، الأخ برنابا نوس من مصر، عملوا خدمة وصار فيه رب استخدمهم بلهضة هائلة في الأردن. قال في مرة تشفقوا بقلوبهم وراحوا بدهم يزوروا المساجين، هول محكوم عليهم بالإعدام، فطلبوا إذن، فعطوهم إذن حتى يروحوا يتكلموا مع المساجين. فاتوا عند واحد قاتل، قتل بدهم يحكموه بالإعدام بعد ساعتين، بدهم ينفذوا الإعدام فيه. فاتوا لعنده خبروه أنه هو خاطي، قال له أنا عارف أنه خاطي بس شو العمل؟ قالوا له توب وقبل الرب وبيعطيك حياة جديدة وطلب نقاوة القلب، وقال له قلبا نقيا أخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. قال هذا الشخص يلي كان مضطرب بدموع طلب الخلاص وبكي وزعق وطلب خلاصه، وفجأة بعد ما طلب الرب قال كأنه سلام لا يوصف، سلام الله الذي يفوق العقل دخل لحياته. قال له غريب، هلأ رايح مطمئن أنا. قال له ليه؟ لأنك رايح على السماء. أخذوه هناك قدام كل الناس، طبعا يلي أخذوهن قدامه قبل اللي نفذوا فيهم حكم الإعدام شنقا مضطربين وعم يشدوا، هو جاي والابتسامة على وجهه مثل القمر. بعد ما علقوا واقف الأخ برنابا نوس مع الأخ روي ويتمان بيطلعوا فيه، بيقولوا شايف يا أخ روي، هذا الأخ حتى بعد ما شنقوه بعد الابتسامة على وجهه رد لي بهجة خلاصك. الآن لم تطلبوا شيئا، اطلبوا تجدوا فيكون فرحكم كاملا، لأن فرح الرب هو قوتكم. أيها الأحباء، الرب يعطينا قداسة القلب. القلب أخدع من كل شيء وهو النجيس من يعرفه، ولكن الرب يعطينا قلبا جديدا، لأنه مكتوب أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. حبيبي اليوم إذا أنت جيت هالاجتماع، من ما جيت بالصدفة، عندك لقاء مع الرب بده ينقي قلبك وبده يمسحك في الروح القدس وبده يعطيك مسحة جديدة ويملأك من جديد، بدك تخرج من هذا المكان بفرح لا ينطق به ومجيد.
شوف العدد هذا. قال رد لي بهجة خلاصك. شوف العدد اللي بعده. وبروح منتدبة أعضدني. فشو بعمل؟ فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون. حطلي ثلاثة. والخطاط إليك يرجعون. يا داود يا عمي شو بك؟ أنت مش عايش ببيئتك؟ ما هول الأثمة والخطاط، ما تروح تقتلهم هول الكفار، مزبوط ولا؟ ما أنت رجل السيف. قال لا 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 لا، أنا عم بحكي هون بروح المسيح. هول مش حبروح بقتلهم، حبعلمهم طرقك. فأعلم الأثمة طرقك والخطاط إليك يرجعون. مزبوط ولا لا؟ ما هيدا العقلية الإنسان المدين، بيقول لك هولي كفار روح شبقهم وضربهم وخلجون النار. بس الإنسان يلي عنده روح المسيح بيقول لك لا، أنا رايح لعندهم حتى ردهم وأقدم لهم رسالة الحياة تماما مثل سيده. له كل المجد، له كل المجد. حين يقول في لوقا 15:1-2، حين يصفه الكتاب وكان جميع العشارين والخطاط يدنون منه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتب قائلين هذا أي السيد المسيح يقبل الخطاط ويأكل معهم. شوف الجريمة الكبيرة. بس تعرف يا أخ فان دايك اللي ترجمت لنا الكتاب، ترجمنا اللي هي مزبوط، يدنون منه. تعرف شو يدنون منه؟ يعني هي كيف بالجريك، كانوا مثل كأنه الرب عنده مغناطيس المحبة، وهول الخطاط والزنات والعشرين عم يركضوا وراه. فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون. تعرف الشخص المملوء من الروح القدس يلي اختبر طهارة القلب والرب حط فيه الجاذبية العظيمة وبيحب ربح النفوس، الجذب الجموع ليسوع، عنده مغناطيس المسيح في داخله. هول العشرين، على فكرة مين هن العشرين؟ العشرين يعني كانوا أتعس ناس مفروض بنظر الشعب، أكثر الناس خطية، لأنه هاي بالنسبة للعقلية اليهودية. هولي خطاط بمعنى خوني، يعني هول خوني. بتعرف كيف الخوني ببلادنا؟ وهوني واحد خاين، تقول هون سباي، يعني أبشع شيء، يعني معقول يكون حكم إعدام يعني. والخطاط يعني بيحكي الزنات. ليه كانوا يدنون منه يجذبهم؟ لأنه كان يتكلم معهم بمحبة، والرب بيحب الخطاط، وكان يتكلم معهم وهو ينظر إلى كيف هؤلاء سيتحولوا بفضل النعمة إلى إناس أفضل جدا جدا، لأنه لهذا هو قد أتى، لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. كان يخليهم يشعروا، قال مثل ما بتقول هذا البوم بالإنجليزي، I love you not only for who you are but for how I become when I am with you. ترجمة للعربي أخي جو. أنا أحبك ليس فقط لما أنت عليه، بل لكيف أنا أتحول حين أكون معك، لكيف أنا أتغير حين أكون. شعروا هول بإنسانيتهم، شعروا كأنه كرامتهم رجعت لهم، شعروا أنه في حدا مش ليس فقط يحبهم ولكنه يحترمهم، رد لهم إنسانيتهم كرامتهم. بتعرف هيك بيصير بالناس يلي فيهم طهارة المسيح وروح المسيح. الطهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح. ليه؟ للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. في ناس يا خي بيجذبوك. الواتشن مني رجل الله بالصين حطوه 20 سنة بالسجن، من 1954 ل 1974،
عملوا له برين ووش، عذبوه حتى ينكر إيمانه، ما كانوا يقدروا. بس تعرف هو ربح بالهالعشرين سنة بالسجن، مات بالسجن 1974. بهول العشرين سنة بالسجن ربح عشرات الناس ومئات الناس أكثر من العشرين سنة القبلة يلي كان خارج السجن كان عم يخده. هذا السجان كل شوي لما فوتوا بيضربوه، ينشغل باله علي، مستر ني are you still alive? Yes I am. What are you doing? ذيك بيسألوا شو عم تعمل؟ I'm praying for you. عم صلي لك، عم صلي له للسجان. أرجوك يا مستر ني ما تصلي لي بقى، زوجتي عم بتقول أنا إذا بدلك تصلي لي حبصير مثلك وبقعد معك بالزنزاني. قال له يا حبيبي ما أنت هلأ بزنزانة الخطية وأنا عم صلي لك حتى تطلع معي على السماء. هذا السجان شو صار فيه؟ آمن وقبل المسيح. ياه هيك بدنا ناس يكونوا بركة في مجتمعاتنا نحن، يجذبوا الناس إلهم. كان عم يقول لي أخ رجع عشي عن أخ بلبنان اسمه جورج فغالي، كان معه تيرنسر ولحظات الأخيرة راح ليزوره. كيفك يا أخ جورج؟ بدل ما يقول له أنه كيف وضعه صعب، قال له ياي شو هالنهار الحلو اليوم، خبرت خمسي عن الرب بالمستشفى وفلان قبل معي الرب. يا أخرج قلبي مع الناس، شفقان عليهم، قال بدل ما هني يشفقوا علي هو شفقان عليهم، بدي اياهم يطلعوا على السماء معي. شوف الناس كيف، هول الناس يلي بتعرف كيف بيجذبوا. أخ فؤاد ملكي الأخ، الناس بيجذبوك. نحن الرب أعطانا في هذه الكنيسة ناس مثلهم. لما رحت على الإمارات كنت رايح لأشوف المسؤول الأول، المسؤول الثاني في الدولة هناك، الأمير، وكنت قاعد بالديوان وأنا حاضر لهناك. قال لي واحد، أجا قاعد حدي واحد من المسؤولين الكبار، قال لي حضرتك جاي تشوف مين؟ قلت له جاي مشوفه بالديوان، كان فيش حوالي 200 شخص. قال لي أنت جاي بفكرك مين يعني أي مستشفى تساعدها؟ قلت له أنا حقيقة جاي حتى ساعد مستشفى الواحة اللي ميشن هوسبيتال بداها الدكتور كندي، وعم حاول ساعدهم وعم حاول نشوف شو فينا نعمل معهم من جمعية هون. قال يا أنت جاي تمثل مستشفى الواحة؟ قال لي أنا ولدت في مستشفى الواحة. قال لي بتعرف كان في وحدة يلي ولدتني اسمها جيرترود من كندا، وهي جيرترود كنا نسميها لطيفة لأن لطيفة كلها لطف، فيها لطف السيد المسيح. قال لي اجوا هولي قعدوا معنا بالصحراء، كنا نحن بالصحراء، قعدوا معنا بالصحراء، ما كان في عنا بترول وما كان في عنا بيوت، وعاشوا معنا بالخيام، ونحن كنا دايما نسأل ليه اجوا هولي حتى لهالمكان هذا القاسي الصعب، شو هي الأسباب وليه عندهم كل هاللطف؟ فرأينا فيهم رحمة الرحمن ونعمة، نعمة من هو مصدر كل نعمة. تعرف شو أنا حسيت؟ هاي لطيفة، شو هالإنسان العظيمي، مثل ما بيقول عنهم بلبنان، بتعرف هول الأشخاص الشاعر اللبناني بيقول بهم يتشرف الشرف. رب يعطينا هيك ناس أكتر في كنائسنا، ناس بهم يتشرف الشرف. ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح، مات المسيح لأجلنا. أخيرا ثالثا جذب الجموع ليسوع، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون. أخيرا رابعا انتصار عبر الانكسار والخضوع، لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها. ما هو ملك قال لو أنت بدك عطية وذبيحة بقدم لك اللي بدك إياه، بس أنت ما بيهمك هذه الأشياء. بتعرف الناس بيحبوا بيفكروا إذا بتبرعوا للمساكين وللكذا وعملوا دونيشنز وقدموا بيقول هاي بتغفر عن خطاياهم. لا لا هاي مش فرقة معه الرب، شو فيك تبرطله للرب بعطاياك.
بمحرقة لا ترضى، لأن ذبائح الله قلوب منكسرة، القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره. بتعرف شو بده منك الرب لا يقدر يشتغل معك؟ تقدم قلبك وحياتك ذبيحة وتقول له يا رب أنا بخضع لك، أنا بسلم حياتي، أطلب إليكم أيها الأخفة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله عبادتكم العقلية. قدم له حياتك، قل له يا رب أنا بخضع لك، ما فيني بقى أومك. ليعملوا لك عملية بالأوبريتنج روم، شو بيعملوك؟ بيحطوك بنش كامل. مرة غلطوا معي، قال بده يعمل لي عملية، قال لي بسيطة هاي، بده يملي شغلي بظهري حبة صغيرة، قال لي بحط لك بنش موضعي، ونيمني هيك على وجهي وبلش يشتغل هذا الشاطر الدكتور ما حب لكم اسمه، ويعمل لي كوتريزيشن، طلعت ريحة اللحم عبي. أنا ما بحب أشعر بس شميت ريحة مثل كأنه لحم مشوي. قلت له يا دكتور هذا أنا مني أنا هذا؟ قال لي إيه. بلشت هز، قال لي إيه كان لازم ننيمك على الآخر. ما كنت مستسلم تعرف، بلشت تفكر أنا شو عم يعمل لي، بده عم يعمل لي كوتريزيشن أنا هذا يا أخي، شيء غريب، كان لازم يحط لي شيء بمناخيري حتى يمنع، شيء بخوف. بس تعرف ليقدر يعمل معك عملية جراحية بقلبك بده يعمل لك فل كومبليت أنستيزيا، بده ينيمك تستسلم كليا بين يديه، وأنت بحاجة لكي يعمل هذا العمل العظيم أن تستسلم بين يديه. مظبوط. Sign the informed consent. يا رب أنا موافق. بيعمل عمل عظيم في حياتك الرب. قال له يا رب بسلمك، لك مطلق الصلاحيات في حياتي، اخضع ذاتي دون عناد، فاخضعوا لله، قاوموا ابليس فيهرب منكم. تعرف وقت نحن بلبنان عندنا شط بحر كبير، ها، وامي باول حياتي انا بديني اتعلم السباحه، وانا كل ما انزل بالماي انزل نزول كان حجمي كبير. جبت لي واحد معلم، أول شيء قال لي، قال لي يا ابني أنت ما تقاوم البحر، خلي البحر، استسلم بين أيدي البحر، هو بيحملك. طنت بعقلي بتعرف، كان عمري 8 سنين، شو قصدك استسلم؟ قال لي ارتاح، هو ريلاكس، هو بيحملك البحر، ما جاي لا يحملك مثل ما أمك كانت تحملك، ريلاكس. عندنا ملوحة هونيك بالبحر شيء لا توصف، بحر الأبيض المتوسط، ومش متوسط أبدا، الملوحة فيه عالية، رفعني البحر. وهيك الرب، ما تقاوم، استسلم بين يدي. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي بنعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي، قلبي الآن اتجه إليك. الآن لا تصلبوا رقابكم كأبائكم، بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي قدسه إلى الأبد. استسلم بين إيدين الرب، استسلم بين إيدين الرب، خليه يعطيك قلبا نقيا وروحا مستقيمة، ويمسحك بروح منتدبة، ويعضدك لكي تحيا حياة ترضية. في هذا اليوم نحن في هذه الكنيسة، وأنا شخصيا لي شرف أن يكون لنا برفقتنا أحباء غاليين على قلبي كثيرا، بحبكم تعرفوا عليهم بنهاية الاجتماع. دكتور كنت برنتلي زوجته أمبر كانوا في ليبيريا وقت صارت الأوتبريك تبع الإيبولا، دكتور سنيل يلي هو الكازن تاعه، وزوجته أيمي كانوا في زامبيا بيخدموا في هذيك الوقت، خيروا عطوا الخيار. دكتور كنت برنتلي مخصص من أحسن الأماكن في أمريكا، راح لهناك ليساعد الناس لكي يعلم الأثمة طرقه والخطاط إليه يرجعون. راح من مكان
يلي هو أفضل مكان في العالم وفي رفاهية حتى يساعد الناس المساكين. وقت بدأت الإيبولا قالوا له يا دكتور أنت عندك الخيار، فيك تترك، بس إذا بتبقى مريدك أنت تكون مسؤول عن التريتمنت أوتبريك، يعني عن الإيبولا أوتبريك، فابن يكون هو المسؤول. وبدأ يعمل ويعالج هؤلاء. وبعدين لقط الإيبولا فيروس، تصور ما له علاج، وأخذوه لهون وجيبوه بيش طيارة خاصة على أمريكا، على أمري، وعالجوه هناك، عطوه سبيشل أنتيبوديز، عطوه علاج وشفي بطريقة معجزية. أغلبية الناس توفوا من الإيبولا، هو شفي. وبعدين لأنه انتصر على الفيروس، جسمه انتصر على الفيروس، صار بدمه في مناعة للفيروس، صار عنده مضادات بدمه، هاي الأنتيبوديز مثل ما بتاخد فاكسين يلي بيقتل الفيروس. واجوا بعدين قالوا له دكتور برنتلي فينا ناخد من دمك حتى نعطي ناس معهم إيبولا، نعطيهم ترانسفيوجن من دمك ليقتلهم الفيروس. عطى 4 أو 5 أشخاص هالدم الذي فيه نصرة على الإيبولا فيروس، وخلص لهم حياتهم. الرب استخدم هذا الدم ليخلص لهم حياتهم. يا للشبه مع قصة سيدي، أتى هنا إلى الأرض وترك مجده، طبيب الأطباء، رب الأرباب، ملك الملوك، أتى من المجد، لم توجد فيه خطية ولا في فمه غش، ولكنه هناك على الصليب حمل ما هو أبشع من الإيبولا فيروس، حمل خطايانا وأثامنا وضعها في جسده، حملها عنا، أثامنا حملها عنا وأحزاننا أيضا. ولذلك هناك بموته وبدمه كان له نصرة على الخطية. من هيك دم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية. وهذا الدم إذا رش أو إذا أعطاه لأي نفس تعطيهم حياة ونصرة على الخطية. فطباك أنت وطباك أنت إن كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يقدسهم الرب بدمه ويملأهم بروحه. فلنصلي. إلهي القدوس، اليوم قد سمعنا صوتك، ومكتوب في كلمتك اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسط قلوبكم. يا سيدي ويا حبيبي، ما أروع أن يتكلم الإنسان عنك، وأن يسمع الإنسان حديثك وقصتك، قصة الحب العجيب الذي تجلى في الصليب. ولكنه أروع من هذه كلها أن يختبر الإنسان خلاصك، وأن يختبر الإنسان ملء نعمتك بتقديس الروح وغسل الميلاد الثاني. أيها السيد، تعامل معنا من جديد. كل واحد منا اليوم في هذا الصباح بحاجة إليك. إن كانت هناك نفس لم تختبر خلاصا حقيقيا، فساعد هذه النفس أن تأخذ منك هذه النعمة العظيمة، أن تغتسل بدمك، أن تصرخ يا رب أنا أتوب عن خطاياي، غيرني، طهرني، بررني، حررني، أنا أقبل موتك لأجلي على الصليب، وأقبل عمل دمك في حياتي، غيرني من الأعماق أيها السيد، واسكن بروحك في داخلي، واجعلني واحد أو واحدة من أولادك لكي تكون لي هبة الحياة الأبدية. ونحن أولادك نصرخ إليك ونقول أيها السيد، نحن بحاجة إلى عمل نعمتك العظيم. قلبا نقيا أخلق فينا يا الله، أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. نريد أن نخضع إليك، ونريد أن نخضع أيها السيد عند قدميك، ونضع أنفسنا كذبيحة حية مرضية مقبولة من عندك،
فنكرس أنفسنا إليك. تعامل معنا يا السيد، طهر أعماقنا واملأنا بروحك، ورد لنا بهجة خلاصك، فنعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون. باسمك أيها الرب يسوع نصلي لك كل المجد، آمين.